حضر معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي حفل الاستقبال الذي نظمته مجالس أبو ظبي بديوان الرئاسة في مجلس الهواشم في أبو ظبي، وأعرب معاليه عن خالص تهانيه للعرسان وذويهم متمنيا لهم حياة أسرية سعيدة، مشيرا إلى دور الأعراس الجماعية في دعم شباب الوطن وتعزيز الترابط الاجتماعي والاستقرار الأسري. وأعرب معالي عبد الله السيد الهاشمي عن شكره وتقديره للقيادة الحكيمة لما تقدمه من دعم لتخفيف تكاليف الزواج عن كاهل الشباب، مؤكدا أن بناء أسرة مستقرة ومترابطة هو حجر الأساس في مسيرة تقدم دولة الإمارات وعلى قمة أولويات القيادة الرشيدة. وتخلل الحفل أهازيز شعبية.